السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما عودناكم جميعا القناة ديالكم هي قناة مشاريع أكادير، راه دائما كنجيبو لكم الجديد، والجديد هو كالآتي، هو أن الشركة ديال أليك انطلقت في مرحلة جديدة في طريق السريع الحضاري. قبل ما نعطيكم المعلومات كنبغيو نديرو ديديكاس واحد السيد اللي كيعطينا المعلومات في هذا الشونتي هذا، وكيعاوننا وكيعطينا ديما الجديد. كنشكرو من المنبر كونا جمال من فاس، من مدينة فاس، تحية ليه من هذا المنبر. كنتمناو ليه النجاح والتوفيق، وكنتمناو جميع العمال والمسؤولين ديال شركة أليك جمال شاف الشونتي ديال أليك، كنتمناو جميع العمال النجاح والتوفيق لانهم بذلوا واحد المجهود خارق في هذا المشروع هذا. اذا شنو هو الجديد هنا؟ الجديد هي مرحله الرزاج، هذه كيقولوا ليها مرحله الرزاج، من بعد ما داروا ديكاباج. مرحله الرزاج كما كتشوفوا معايا هي هذه، اذا كنشوفوا هنا دابا كاين لا روزاج ديال الطريق السريع الحضاري. تحيه، الله يحفظك ويجزيك، الله يعطيك الخير. الدراري كاملهم فرحانين وناشطين ان العيد قرب، وخصهم يكملوا هذا الطريق. هذه غالب الاحيان ان شاء الله يكملوها قبل من العيد كما كتشوفوا معايا هنا. هي دابا الطريق، باش نعطيكم فين واقف انا دابا. انا دابا واقف في المدار ديال الالتقاء ديال شارع محمد الشيخ السعدي مع شارع تمانار، يمكن كيقولوا لي هذا ديال إليغ. وهذا الرون بوان هذا هو اللي كيدي المستشفى الجهوي اللي معروف بمستشفى الحسن الثاني. اذا بعد ما تم الانتهاء من اشغال السفيت ديال ديبلي، راه تلقوا ديك الطريق، تلقوها راه غادي نوريوها لكم. ودابا كما قلنا بان بدات المرحله ديال ديكاباج والرزاج باش تجي المرحله ديال تيراسمون باش يقادو التوفنا. وفي غالب الاحيان ان شاء الله قبل من العيد راه غادي يساليو من هاد الطريق هادي، باش يسالي الفيلم ديالها والمسلسل ديالها اللي تبعتوه معنا كما عودناكم على قناتكم قناه مشاريع اكادير. اذن هادو هما المراحل اللي كاينين بالنسبه ليوم، لا دات اليوم نصوم لو 23 ماي 2025. كنحييو جميع المشاهدين والمشاهدات ديال القناة، وكنشكرهم على الثقة اللي وضعوها فينا، وذلك بمشاهدتهم الفيديوهات من بعد إطلاقها على منصة يوتيوب. إذن بالنسبة لهاد البطوات ديال الدورة غالب الأحيان راه ما غيبقاوش 100%، لأن هادو يفون بارتي دو ليستوار، هادو يعودون إلى الماضي. ودابا راه الحاضر أكادير ان شاء الله في طريق الصحيح. اذا هي هذه دابا المرحله ديال الرزاج. غنحاولوا ثاني نمشيو نصوروا لكم واحد القند اخر باش يبان لكم الاشغال. وقال لك سيدي لان الدراري، قال لك سيدي لان صور من الفوق مزيان، وحنا الخوت كنصوروا لكم من الفوق. اذا هاد مرحله الرزاج كما كتعرفوا الخوت، راه كتعرفوا واحد مجموعه من عمليات كدوز فيها النيفلوز، كدوز فيها كيدوز فيها الكاميو هذا اللي كيدير عملية السقي. المهم غادي نكتشفوها عن طريق هذا الفيديو هذا. يمكن هذه أول مرة غادي نصور أنا هذه المرحلة ديال الرزاج على ما أعتقد. ها أنتم دابا كتشوفوا هي هذه دابا مرحلة السقي التي تدخل في إطار إعادة التهيئة ديال الطريق السريع الحضاري لمدينة أكادير. أشغال مهمة، هذا بديك السيتيرنا خصي خويها كاملة، خوي دابا ديك السيتيرنا كاملة خص المكان خصي تسقط. وراه كيعطيوهم دابا، كيعطيوهم دابا شحال تقريبا ديال الجاوي راسيهم، ماشي غير الزوار هذاك ضروري ما تكون شي حاجه اللي
مثلا هذاك لو جور كيعطي لي ديريكسيون، كل واحد عنده الوظيفة ديالو، العمل المشترك اللي فيه لا كولابوراسيون هو اللي كيعطي النجاح، وكل واحد كيعرف لي طاش ديالو. واحد الجو من التفاهم، واحد الجو من الاحترام. انتما القضية شتا كي كتبان لكم هنا، دابا هذاك الفوتور اللي مدورون جيون خصهم يحيدوه، هذاك غا يحيدو دابا، غا يزربو عليه، غادي يزربو عليه. نعم، بالنسبة لجميع المشاهدين اللي كيشاهدوا هذه القناة هذه لأول مرة، هذه القناة هذه راه قناة هادفة، قناة تعنى لنشر محتوى هادف اللي عنده علاقة بالمشاريع الملكية السامية لبرنامج التنمية الحضارية 2020-2024. وكنركزوا في هذه القناة كما كتعرفوا على الطريق السريع الحضاري، وعلى الطريق المداري الشمالي الشرقي، وعلى بي اش ان اس. اذا ما عرفتش جايبها لكم من هنا مزيان ولا لا، ها هي القضية غادية كتزيان. المهم دابا نوريكم المفاجأة هي هذه، الطريق راه طلقات، هي الطريق كما كتبان لكم تبارك الله. غير ذاك النهار كنا كنصوروا لكم الدبلي هذا والحفير القيامة، هو داز الخوت، اش قلنا لكم الريزلتا فينال غادي تعجبكم. المهم حنا اللي علينا راه كنديروه، كنجيو كنخليهم الوقت ديالنا وكنديروا هذا الاستثمار في هذه القناة هذه، والكمال لله وحده. هي الطريق تبارك الله كي كتبان هنا مخيرة. اذا دابا كما كنت قلت لكم ان شاء الله بان الا سالوا هذه الكودرون ديالها راه غيدوز لاختها اللي على يديها اليمين، الا كنتو جاي من المرسى. هو الرزاج دابا كما كاين، كما كتشوفوا معايا شارع محمد الشيخ السعدي، هذاك الاتجاه ديال مستشفى جهوي حسن الثاني، غادي يخدموا دابا في هذا المدار هذا. اما هنا راه متوقعين صافي، راه تلقوا هذاك الرومبو راه فينا. اذا غادي نمشيو نشوفو نكتشفو القرية كي دايره في داك القدام. ما تنساوش الدعم الخوت ولي زابوني، يتابوناو معنا، اللي كيشوف المحتوى يتابونا ويورك على هذيك ديال الجرس، وما تنساوش الطريقة على لي جيم ولي كومونتير. مرحلة مهمة من شيد طريق السريع الحضاري، اللي هي مرحلة ديال ديكاباج مع الرازاج. هانتوما كتشوفوا كما قلنا لكم شركة أليك تبارك الله والعمال ديالها والمسؤولين راه انتقلوا لمرحلة السرعة القصوى، والهدف ديالهم هو أنه يساليو هاد الطريق هادي افون لو 16. لو 16 يمكن غادي يكون العيد الكبير، عيد مبارك للجميع. إذا ها هو غادي نصور لكم من التحت، ما تخافوش غادي نصور لكم من التحت الا بغى الله سبحانه وتعالى. هاني فلوس خدامه دابا هنا في الرزاج، وصلات لهنا خدامين في الرزاج والديكاباج، كلشي دابا ديكاباج هاد ليه هو الاول، عاد الرزاج. علاش كيبان لكم من هنا واحد شويه؟ اذا الخد هو هذا ديكاباج، ديكاباج هو كيحيدو ديك الكودرون القديم، كيتحيد صافي كيتقيلي منا هو هذا. شوف دابا هذاك الشيء، داك الكودرون اللي دزنا فيه الالاف ديال المرات، شو كيولا. هو الرزاج هو هذا، وهذا دابا الرزاج. هذا الرزاج كما كتشوفوا معايا ديكاباج، القضية غادية وكتزيان هنا في مدينة أكادير. ادعمونا بلايك لي كومونتير ليزابوني، انتظروا الفيديو الموالي.